زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي باش يكون حديثنا حديث التوانسة الكل، موجة خامسة تعيش عليها ولاية القيروان والتونس الكل كيما العالم فيما يخص الكورونا. اليوم حابين ناخذوا بعض الأرقام، بعض المؤشرات، نصايح وشنو لازمنا ونعرفوا أكثر. الأوميكرون، هل أنه تونس مستعدة؟ هذا اللي باش نعرفوه مع ضيفتنا اليوم دكتورة راضية دبغي، مديرة رعاية الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا رحيم، مرحبا مستمعينا الحياة فات اللي قاعدين نتابعوا فيه. مؤشرات قاعدة في ارتفاع متواصل دكتورة. هو كما معلوم دونك قاعدين نشوفوا فما ارتفاع تصاعدي للحالة الإيجابية. دونك اللجنة العلمية البارح عملوا اجتماع، معناها البارح مساء، يعني فما مؤشرات تدعي لأنه يمكن ياسر يكون فما حظر تجواء. دونك هكا علاش احنا يلزمنا نشدوا على كما قلوها ناخذوا بزمام الأمور ونكونوا فايقين برشا باش نجموا احنا نتخطاوا هاللحظة هذه وإلا هالموجة هذه بسلام إن شاء الله. دكتور خلينا نحكي بصفة عامة على الأقل على اللجنة العلمية وهذه اللي نعرفوه الناس الكل، تم اقتراح حتى انه نحكي على 3 ايام معناتها اليوم من 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 حظر شامل معناتها على التوانسه الكل. هل انه كيفي مادام 3 ايام؟ خاطر حتى التجارب السابقه ديما يقولون راهم 3 ايام ما يعملوا شيء، لازمنا مده طويله. لا يظهر لي مش 3 ايام يا قل. لا يظهر لي انا على بالي ماهوش 3 جوغ، ما سمعتش لانفورماسيون دون سيزون. احنا توا حاليا توا يا رحيم اهم حاجه هو انه التدابير الوقائيه هذوما هما. احنا التدابير الوقائيه اللي حكينا ما حكيناها فيها برشا مرات، لبس الكمامه، غسل اليدين، التباعد، تهوئة المكان احنا فيه، وكذلك التلقيح. خاطر احنا تو قاعدين نشهدوا في نسق بطيء للتلقيح، خاصه الجرعه الثالثه هي تعزيز المناعه اللي من شانها تحمينا اكثر من فيروس والا الفاريون الجديد هو اوميكرون. دونك هذا هو احنا حاليا توقيع ان شاء الله احنا نقولوا ليمت الجاي ما نشهدوش معناها نسق اسرع من هكي، لكن يلزمنا ناخذ الحذر نتاعنا انه ناخذ التدابير الوقائيه نتاعنا. مادام للناس اللي ملقحه وتمرض يجيهم قويه الكورونا والا تجيهم ضعيفه؟ خاطر كل واحد يحكي لنا تو. لا هو كذا لا ملقح هو معناها فما حاجتين ينجم يمرض، لكن يمرض لكن ما يتعداش الحاله نتاعو تكون خطيره وما يتطلبش الايواء نتاعو في غرف الانعاش. ولكن ما ننساوش حتى اللي لقح راهو ينجم هو بيدو يمرض لكن يعطي زاده. دونك اهم حاجه هو التلقيح، انه الاشخاص هذوما ما ياخذوش معناها ما تكونش الحاله خطيره عندهم. دكتور صحيح انه الصغار يحملوا الفيروس ولكن معناتها ما نجموش ما تكونش عنده اعراض، صحيحه هذه دكتور؟ عند فيريون الاوميكرون ولا الاوميكرون؟ على الاوميكرون. لا لا نحكي على الاوميكرون. انا التوقيع اللي زيتيت كل توقيع يقول لك سريع الانتشار ومش مستثني للصغير للكبير. دونك الناس الكل ينجم يكونوا معناها يحملوا الفيروس ويعدي السرعه نتاعو بارابور او دلتا، الانتشار نتاعو سريع. معناتها جوست الفرق بينه وبين الدلتا اللي هو سرعة الانتشار دكتور. اكزاكتومون. دكتور قمتوا في ولاية القيروان بتقطيع جيني على ليمات الفارت الكل. نتيجة ما عندناش الفيدباك. مازال. أي. في ولاية القيروان فما ارتفاع المؤشرات، عندنا بعض الأرقام بعض النسب النجم نقدموها للسادة المستمعين دكتور. بداية الجمعة اللي فاتت قاعدين نلاحظوا في ارتفاع، ماهوش ارتفاع كبير برشا لكن فما ارتفاع نسق بارابور الجمعات اللي فاتوا. فما حالات وفاة معناها نتاع ربيع يعني عمره 7 أيام. دونك قعدنا يمكن أكثر من 25 يوم ما سجلناش حالة وفاة. دونك سجلنا حالتين وفاة في اليومين الأخرين. زوز حالات تاع وفاة ملقحين معناتها اللي سجلتهم الأخرانيين دكتورة؟ لا مش ملقحين مالوغوزمون. وكونفيرمي اللي هما جراء الكورونا معناتها دكتور؟ أي كوفيد. حاضرة يوم ولاية القيروان مع الارتفاع المتواصل هذايا، المستشفى الميداني، الأقسام، القبة اللي موجودة في ابن جزار، الأكسجين، الكونتيتي نتاعنا.
هو احنا من بداية ظهور الأوميكرون في نوفمبر دونك اجتمعنا برشا مرات مع الدوائر الصحة الأساسية المديرين كذلك مع المدير نتاع المستشفى ابن جزار ومع خلية الأزمة كذلك فما اجتماع عملناه في الولاية بحضور سيد الوالي على استعداد نتاعنا على انه يكونوا مستعدين من الأكسجين من المعدات الوقاية الشخصية ان نحضروا رواحنا كما مش كما المرة الأولى ما كناش نعرفوا معناها الفيروس هذي دونك هو اني اوني بلو غودي نعرفوا لو سيستيم دونك السيستيم يزمو يكون فونكسيونيل واسي في الويد اي توسا دونك الحمد لله كل المديرين دوائر قاعدين يحضروا فيهم وان شاء الله احنا نقولوا في مكان خير ان شاء الله. مدام راضي التيست رابيد اسكو فعال النتائج نتاعو ويكشفنا على الاوميكرون نحكي فعال ولا لا دكتور؟ بيان سور هو فيروس معناها التيجي ما مش يكون فعال على تو لي فاريون هو اللي شنو هو اللي يخرج الاوميكرون ولا دلتا ولا الفا هو التقطيع الجيني بيشوفوا التفرات نتاعو. دكتور قبل ما نختم انا معك ويبقى الحل الوحيد البروتوكول الصحي البافيت الجيل التباعد الجسدي عمليه التهوئه لازم تكون ديما مستمر. اي هذا هو هذا هو ان شاء الله احنا نقول له ربي يبقى علينا الستر ان شاء الله ما نشهدوش معناها حالات معناها خطيره اللي يتطلب الايواء نتاعها في المستشفيات فقط نقضوا على التلقيح خاصه الاجراءات الثالثه ان شاء الله يا ربي. دكتور ان كرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم بالتوفيق لك انت وكافه العاملين والاطار الطبي والشبه الطبي موجه اخرى اخر الارقام والتحين كنت في الاستماع ليلو مع دكتوره راضيه دبري كهيت مديره الصحه الاساسيه بالاداره الجهويه للصحه بالقيروان كانت هذه زوم سانتي بالنسبه لليوم. زوم سانتي زوم سانتي.